السلام عليكم. وانت شغال على اللوحة تحس انها تقيلة، في امر ممكن يخفف لك الموضوع شوية، اللي هو في المود ده. عبارة عن ايه؟ عبارة ان هو بيوقف لي او يخفي لي الهاتش، تمام؟ لو واحد بتشوف الهاتش، لو زيرو ما بتشوفش الهاتش، ولما تخلص تقدر ترجعها تاني لواحد. كل اللي انا اعمله ان انا هكتب هنا زيرو انتر، تمام. دلوقتي هتلاقي لو عملت ار اي هتلاقي الدايمنشن كله اختفى. لو عايز ترجع الدايمنشن تاني هتعكس الامر، هتقول له فايل مود وتديها له بواحد انتر، تقول له ار اي ريجن، هنلاقي الهاتش رجع تاني زي ما احنا شايفين.